شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، ما زلنا نتفيأ ظلال هذه السورة الكريمة، سورة المائدة، وقد وصلنا فيها إلى قول الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وبينا في المجلس الماضي أن العرب كانت لهم عادات تتصل بأشياء فيها افتراء على الله سبحانه وتعالى، منها هذه الأشياء الأربعة المذكورة في الآية. وبينا أنه كانت لهم فيها مذاهب دقيقة جدا، لا يهمنا أن نعرف كيف كانوا يكيفونها أو كيف يعدونها، لكن كلها كانت من باب الافتراء على الله في تحريم ما أحل الله عز وجل، ووضع ضوابط وأشياء لم يضعها ربنا سبحانه وتعالى. على سبيل المثال، إذا البحيرة هي الناقة التي إذا نتج منها 5 أبطن، فإن جاءت بذكر أكله الذكور، وإن جاءت بأنثى جدعوا أذنها، وهذا شيء لم يشرعه الله عز وجل ولم يأذن به. وهكذا يقال في السائبة والوصيلة والحام، وهذا تنديد من الله عز وجل بهؤلاء الذين يحرمون الطيبات ويفترون على الله الكذب، وبيان من الله عز وجل لأن هذا العمل لا يحل لأحد كائنا من كان إلا أن يأذن له الله عز وجل كأن يكون نبيا، أما أن يفتري الإنسان على الله الكذب فإنه عدوان على الله جل وعلا. معي فضيلة الشيخ عبد الرحمن الشهري وفضيلة الشيخ مساعد طيار، نستمع الآن إلى تعليقاتهم حول الآية وما يتبعها. بارك الله فيك. تفضل شيخ عبد الرحمن. جزاك الله خير. يعني كنا يعني أشرنا إلى في أول حديثنا عن سورة المائدة إلى أن سورة المائدة انفردت ب18 حكم لم يوجد في غيرها، لم يشرع في غيرها، منها هذه الأحكام الأربعة: ما جعل الله من وصيلة من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وهي كما تفضلتم في معانيها، وهي كلها تتعلق بالإبل، كلها تتعلق بالإبل من حيث ركوب الإبل أو أكلها أو تسيبها. وهذا فيه إشارة ويعني وفائدة مهمة جدا لطالب العلم، وهو ضرورة اطلاع من يريد فهم مثل هذه الآيات على عادات العرب وتاريخ العرب قبل الإسلام ووقت نزول الوحي. لا يمكن أن تفهم هذه الآية لمجرد معرفة معانيها اللغوية، مثلا ما جعل الله من بحيرة، بحيرة من بحر إذا شق، طيب وش البحيرة؟ والبحيرة ما أدري وش البحيرة، يعني معناها الاصطلاحي وش هو. فالدلالة اللغوية لا تدل على المعنى، لكنك لما ترجع إلى عادات العرب تكتشف أنها فعلا هي هذه أسماء لعادات لهم اتخذوها فيما يتعلق بالإبل، وهم ناس أهل إبل وأهل يعني أنعام. فكانوا إذا أنتجت الناقة كما تفضلت 5 بطون، جاء الرقم 5 ذكر، قالوا خلاص الذكور هذه بحيرة يشق أذنها وتترك. ومثل ذلك السائبة والوصيلة والحام، يعني هي متعلقة بهذا الجانب. فلا بد من الاطلاع على تاريخ العرب وقت نزول الوحي حتى نفهم هذه الآيات على وجهها. ولذلك التاريخ ليس ترفا، يعني دراسة التاريخ ليست ترفا، بل إنها تعتبر من أهم ما ينبغي أن يعتني به المفسر، وخاصة تاريخ العرب وقت نزول الوحي وقبله بقليل، لأن كثير من فهم الآيات القرآنية مرتبط بهذه العادات والتقاليد. مثلا على سبيل المثال: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. النسيء في اللغة التأخير، طيب وفي الاصطلاح؟ إذا كنت لا تعرف عادة العرب في النسي وعلى قضية التلاعب بالشهور، وأن هناك قبيلة محددة في القبائل العربية هي المتخصصة في تقديم الشهور وتأخيرها، كانت العرب ترجع إليها
وتقول لها يعني قدمي أخري، يقدمون خطاب يعني على القبيلة هذه بطلب تقديم أو تأخير هذا الشهر. هذه عادة من عادات العرب التي كانوا يعني يتعارفون عليها فيما بينهم. وتذكرون يعني في اللقاءات الماضية كنا تحدثنا عن الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، كيف أنها كانت الكعبة والحرم بمثابة الملك عند العرب، فكان للكعبة وللحرم هيبة تعارف العرب على احترامها وتقديرها، كما تعارفت غيرهم من الأمم على احترام الملك وتقديره. وبالتالي كثير من المنازعات وكثير من الخصومات تحل اعتمادا على تقدير الناس للحرم وأهل الحرم وشيوخ الحرم. فكذلك مثل هذه العادات يعني لابد من الاطلاع على تاريخ العرب وكيف كانوا يتعاملون يعني قبل نزول القرآن، ثم لما جاء القرآن الكريم كيف غير هذه العادات. وهذا بحث بالمناسبة، عادات العربي في الجاهلية وأثرها في فهم القرآن الكريم، كتب فيه عدد من الباحثين بعض الكتب المطبوعة المنشورة. طبعا فقط تأكيدا للفكرة ذكرها أبو عبد الله في معرفة التفاصيل في هذه الأنواع المذكورة. طبعا مجموعة من المفسرين نبهوا على هذا المعنى، أنه هذا الخلاف في ما هي البحيرة، يعني فيها أربع أقوال، ما هي الوسيلة، ما هي الحامل، آخره، كلها واضح منها معنى أنها مثل ما ذكر أبو عبد الله هي في الإبل، وأن العرب حرموها لأجل وصف فيها. لكن هذا الوصف بالضبط ما هو لا يلزم معرفته بالتفصيل. ولهذا الطبري يقول في هذا، يقول هذه أمور كانت في الجاهلية فأبطلها الإسلام بس. فلا نعرف قوما يعملون بها اليوم، فإذا كان ذلك كذلك، طبعا يقول لا نعرف قوما، لكي يقول ماذا؟ لكي يقول أننا ما نستطيع أن نعرفها بالتحديد. قال بعد ذلك: وكان ما كانت الجاهلية تعمل به لا يوصل إلى علمه، إذ لم يكن له في الإسلام اليوم أثر، ولا في الشرك نعرفه إلا بخبر، وكانت الأخبار عما كانوا يفعلونه من ذلك مختلفة الاختلاف الذي ذكرنا. فالصواب من القول في ذلك أن يقال: أما معاني هذه الأسماء فما بينا في ابتداء القول في تأويل هذه الآية، وأما كيفية عمل القوم في ذلك فما لا علم لنا به، وقد وردت الأخبار بوصف عملهم ذلك على ما قد حكينا، وغير ضائر الجهل بذلك إذا كان المراد من علمه المحتاج إليه معلوم إلى حقيقته. أيوة. وهو أن القوم كانوا يحرمون من أنعامهم على أنفسهم ما لم يحرمه الله اتباعا منهم خطوات الشيطان، يعني هذا هو المراد. يا سلام. إذا المعنى المراد أو الذي يراد أن يوصل إليه أنهم حرموا ما أحل الله. نعم. يا سلام. وهذا الآية التي سبقت معنا قبل هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ولا تعتدوا، فهذا من هذا التحريم. صحيح. يعني الآن هذه الناقة التي أنتجت 5 بطون، قال خلاص هذه بحيرة محرمة علي، وش طيب ليش؟ هذا إهدار لنعمة الله وإهدار للثروة الحيوانية، صح التعبير. صحيح. صحيح. فهذا هو يعني من هذا الباب، وتحريمها من هذا الباب أنها يعني اعتداء على حق التشريع الذي هو حق خاص، حق خاص لله. وهذا الكلام الطبري في نهاية قال: فالحرام من كل شيء عندنا ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. بنص أو دليل، والحلال منه ما حلله الله ورسوله كذلك. ما سلام. نعم. طيب في قوله ولا وصيلة بمناسبة، كأنك ذكرت بعبد الله أنها جميعا في الإبل، هذا قول، لكن بعض المفسرين كمجاهد يرى أن الوصيلة أن السائبة من الغنم، قالوا أما السائبة فقال مجاهد هي من الغنم نحو ما فسر به من البحيرة، إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبينه 6 أولاد كانت على هيئتها، فإذا ولدت السابع ذكرا أو ذكرين ذبحوه فأكله رجالهم دون نسائهم. وأيضا في الوصيلة قال ابن عباس هي الشاه، إذا نتجت 7 أبطن نظروا إلى السابع، فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرا وأنثى في بطن واحد استحيوهما، وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا. المهم لهم تفسيرات في هذا، وقد تكون بمناسبة هذه الخلافات مبنية على
خلافاتهم هم في الواقع، يعني ممكن. كل قوم من العرب لهم لهم طريقة في التحريم يفعلونها. والمنكر من هذا كله هو افتراؤهم على الله الكذب، وتحريمهم لما أحل الله من الطيبات من غير حجة ولا بينة. ولذلك ما نستفيده نحن من الآية أن لا يجترع الإنسان على تحريم شيء أحله الله أو تحرير شيء حرمه الله من غير دليل أو بينة من كتاب أو سنة، وأن مثل هذا يعتبر من الآثام العظيمة، كما قال الله في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للإنسان أن يقول على الله بغير علم. نعم، وهذه الآيات ولها نظائر في البقرة وفي غيرها، هي جاءت لإبطال عادات جاهلية كان ولا زال كثير من الناس يتمسك بعادات جاهلية ليست من الإسلام في شيء. الله سبحانه وتعالى يقول: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة لحم، هذا ليس من شرع الله، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب عندما ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه واحدة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. يعني هم عندهم يعني قناعة تامة وتمسك شديد بالعادات والتقاليد التي ورثوها عن آبائهم. ولاحظوا هنا أنهم ورثوا عن آبائهم هذه العادات الشركية والعبادات الأصنام وأشياء كثيرة، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبطل هذه العادات والتقاليد المخالفة للإسلام ويحل محلها الشرائع التي أنزلها سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أن الإسلام ينهى عن العادات الحسنة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم والعرب يعني يستمسكون بها، بل عليه الصلاة والسلام جاء لترسيخها، كما في الحديث أنني جئت إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. من مكارم الأخلاق عادات عربية، مثلا على سبيل المثال الكرم. نعم. أليست عادة مما يتفاخر بها العرب؟ ويعني الكريم في العرب له مكانة عظيمة، حسن الجوار، والشعراء يمدحونه. نعم. ويعني يفخرون به. الإسلام جاء بالكرم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ووصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالكرم وكيف تعامل مع ضيوفه، ليس كذلك؟ نعم. فهذه من العادات، حتى قيله أبو الضيفان. نعم. فهذه من العادات التي يمكن نسميها عادات جاهلية لكنها عادات حسنة ورثها الناس كابرا عن كابر، وجاء الإسلام بإقرارها: إكرام الضيف، حسن الجوار، كف الأذى، نجدة الملهوف، إغاثة الملهوف، حلف الفضول الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم عضوا فيه في قبل الإسلام لنصرة المظلومين. نعم. فيعني هذه الآيات تدل على إبطال العادات والتقاليد ليش؟ الجاهلية الباطلة التي مخالفة للوحي ومخالفة للإسلام. أما ما كان حسنا فإنه قد أقره الإسلام. لعل هذا هو السر في التعبير، ولكن أكثرهم لا يعقلون، مما يدل على أن هذه العادات تعرف على العقول السليمة، فما كان منها مستقيما وجيدا وحسنا وتقبله النفوس الطيبة والعقول الصحيحة فإنه يقبل. وهكذا قاعدة في كل العادات، كل عادة لا تخالف شرعا ولا تصادم عقلا فإن الذي ينبغي ألا يعني تنكر وألا تقابل باستهجان أو إنكار. جميل. أذكر سارة يعني وقع نقاش ذات يوم بيني وبين أحد المثقفين، كان يقول أن الحجاب، حجاب المرأة، عادة ليس من الدين. فقلت: إذن هو من ماذا؟ قال: هذا من العادات والتقاليد. قلت: طيب دعني أتنزل عند قولك، يعني نفترض أنه من العادات والتقاليد، أليس من العادات والتقاليد الحسنة التي ينبغي أن يحافظ عليها وتحترم ما دامت؟ أنت تنزلت معه تماما. أي أيوة والله. فقال: يعني هذه ترجع إلى يعني، وسكت يعني. أيه. فقلت: بالعكس، حتى على قولك أنها من العادات والتقاليد ينبغي أن نستمسك بها. أيه. الشعوب التي تتمسك بعاداتها وتقاليدها الناس تحترمها. صحيح صحيح. أنا شخصيا أحترم الشعوب التي تتمسك بعاداتها وتقاليدها في الأكل وفي الشرب، أما الشعوب التي تذوب في الشعوب الأخرى هذه ضعيفة.
الله وأسقط في يده. فقلت لكن كلامك غير صحيح، بل هي من الدين والآيات فيها صريحة، والصحابيات رضي الله عنهن عندما نزلت آيات الحجاب نفذوا تحت عين الرسول صلى الله عليه وسلم. زوجاته رضي الله عنهن هم أول من استجاب لهذا الأمر. جميل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا تراكم مخطيات، ليش تغطون وجيهكم؟ لا اكشفوا، الآية لا تدل على ذلك. فيعني الفهم الذي فهمه الصحابة والصحابيات ونفذوا وتلفعوا بمروطهن تحت نظر النبي صلى الله عليه وسلم ونظر الصحابة ونظر المفسرين، هذا هو الذي نحن هذا مصيبتها أبا عبد الله. تدري من أين؟ أنه يقرأ لقوم يعجبه كلامهم ولا يأخذ العلم من مصدره الحقيقي. ولذلك أنا الحقيقة أوجه رسالة لكل من يقرأ لهؤلاء الملبسين أو اللي عندهم شكوك وشبهات ويطرحون قضايا كثيرة، يريدون منا أن ننزل بديننا إلى المستوى أو الثقافة الغربية التي تريد أن تجرنا إلى حضيضها. فأنا أقول هب أنك قرأت لهم، أرجوك لا تسلم حتى ترجع إلى الكتب الصحيحة أو العلماء الراسخين، تسألهم فقط، فقط تسألهم. لأن بعضهم مثل ما قال صاحبك هذا، قال هذه عادات. طيب من أين جئت بأنها عادات؟ هو قرأ لشخص قبله قال هذه عادة وليست عبادة أو ليست من الدين في شيء. لكن لما رجع إليك وعندك علم بهذا الأمر بينت له الأمر على التنزل وعلى الحقيقة. نعم صحيح. وأنا أقولها لكل أحد، لا تأخذ العلم في هذه القضايا من جاهل أو ملبس أو منافق أو إنسان أصلا ليس من أهل الإسلام، ليبرالي وعلماني، كيف يرجع إليه في أمر من أمور دين الله عز وجل؟ يجهل هذا، يجهل هذه الأشياء. ثم هو مع جهله هو صاحب هوى، ينتقي من النقولات ومن الكلام ما يعجبه ويدع ما لا يعجبه. يعني يأتي إلى سيرة العالم المعروف من علماء المسلمين ولا يأخذ من كلامه كله إلا العبارة التي وافقته. يا سلام. هذا البرنامج برعاية تزود خير أيام فما أحلى بيا فيها، تزود وارتجي خيرا تزود. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، فإن جمعية البر الخيرية بشعب جارمة تقوم على وقف بر الوالدين من أجل أن يعود ريعه على البذل للمحتاجين في منطقة وهي منطقة محتاجة، والقائمون على هذه الجمعية من الإخوة الثقات الذين يريدون بعملهم وجه الله والدار الآخرة، وإنهم ثقات وثقات، وينبغي بأن يبذل لهذه الجمعية ما يعود عليها بالنفع. يمكنكم الاشتراك أو تجديد الاشتراك في قنوات المجد عن طريق أحد فروع الحداد للاتصالات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. لمزيد من المعلومات نسعد بخدمتكم على الرقم 011-225-7777. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة. ساهم معنا بوقف بر الوالدين التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بظهران الجنوب وحي، والذي يدعم 47 حلقة تحفيظ و38 دار نسائية وأكثر من 2200 طالب وطالبة. رقم حساب الجمعية في مصرف الراجحي 220-6080-88882. رقم حساب الجمعية في البنك الأهلي 421-47-044-0057-06. هذا البرنامج برعاية تزود خير أيام فما أحلى بيا فيها، تزود وارتجي خيرا. الدكتور مساعد الطيار وفقه الله آمين. قبل شوية يقرأ لنا من كلام الإمام الطبري،
الإمام الطبري الإمام المجتهد المتبحر في علوم اللغة وعلوم التفسير وعلوم الفقه والحديث، يعني يكاد يكون ملما بتراث الإسلام، وهو متقدم في القرن الرابع والقرن نهاية القرن الثالث، لما جاء يناقش قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، دخل في التفاصيل يشوف وش هي الوصيلة بالضبط، وش هي البحيرة، وش هي السائبة، وش الحام. وجد روايات عن الصحابة وعن التابعين وفيها نوع من الاختلاف، اللي يقول هذه والله غنم، هذه نوع من الإبل، وبعضهم يقول والله هذه اللي وصلت خمسة ذكور ولا خمسة إناث وآخرها ذكر ولا خمسة ذكور وآخرها أنثى، وجد فيه اختلاف. فالعقل والحكمة والمنهجية الصحيحة قال لا يوجد دليل يحسم لنا تحديد نوعية وش الوصيلة بالضبط، وش السائبة، وش البحيرة، لكن المعنى العام والجملة كلها أنها لا تخرج عن أنها كذا وكذا، أنها أنواع من الإبل. قال يعني تصرف فيها هؤلاء المشركون تصرفات خاصة حرموها على أنفسهم من حيث الركوب ومن حيث الأكل ومن حيث، والمقصد منها كلها أنهم شرعوا ما لم يشرعه الله، فحرموا ما أحله الله أو أحلوا ما حرم الله، وهذا هو الذي تدل عليه. لا يا سلام على ما أجمل منهجية التفسير ومنهجية مناقشة الأقوال والحكمة، مع أنه واسع الاطلاع عالم، يجيك واحد جاهل لا هو فاهم في عادات العرب ولا في لغة العرب ويلقي الكلام على عواهنة عجيب، يقول الوصيلة هذه ليست هي الإبل الوصيل، ويجيب لك كلام لا يدل عليه لغة ولا يدل عليه التاريخ، ويقول هذا هو القول الصحيح. كيف؟ قال ها اسمع الكلام، هذا هو القول الصحيح. والله أنك تشوف الآن في القنوات، بعض القنوات الفضائية وفي مواقع الإنترنت، أناس يتكلمون في تفسير القرآن الكريم بكلام لا تدل عليه اللغة ولا يدل عليه أي دلالة، وإنه يعني يزخرف كلامه. وأحيانا شفت في بعض التلفزيونات يجيبون لك ديكورات ويجيبون لك جرافيكس ويجيبون لك حركات كذا ترجح، يعتبرها بعض المشاهدين أن هذه من مرجحات هذا القول. ثم يأتون يسألون يقولون هل هذا الكلام صحيح؟ قلنا أبدا والله لا علاقة له بالآية. قالوا بس والله كلامك كويس، يلبسون على الناس دينه. اي نعم صحيح. فنحن الان الدكتور مساعد لما يقرا، يمكن بعض المشاهدين يقول يعني يشغلنا بقراءه الطبري، وش الطبري هذا؟ لا الطبري هذا هو امام في المنهجيه وفي فهم الايات وفي توجيهها، اليس كذلك؟ نعم هذا صحيح. طب لاحظوا قوله واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله. نعم. يعني جعل الله سبحانه وتعالى ميزان معيار نرجع اليه لمعرفه الحلال من الحرام. والتحليل والتحريم كما سبق ان ذكرنا هو من عند الله. صحيح. فما فالحلال ورسول ما أحل، نعم رسول صلى الله عليه وسلم، فالحلال ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا لما قال ما أنزل الله ثم قال وإلى الرسول، يعني إما أن يكون في الكتاب أو في السنة أو في السنة، فهذا هو عندنا الميزان. نعم. هذا هو الأصل. أما ما وجدوا عليه آباءهم فهذا ليس هو الميزان. صحيح. لكن لاحظوا ماذا قالوا، قالوا حسبنا، يعني يكفينا ما وجدنا عليه أبانا. طيب هذا الاستدلال الآن، استدلالهم بأننا والله إن يكفينا ما وجدنا عليه أبانا، هل هو استدلال عقلي؟ هروب. هذا نعم هروب. طيب ما وجدتم عليه أباكم لا تناقشونه، هناك ميزان. وعبد الله قبل قليل ذكر قضية مهمة جدا، وهي أن بعض الملبسين يدعي أن بعض قضايا الشرع عادات. طيب نحن مثل ما ذكر لو تنزلنا معك لكن نجد أن الله سبحانه وتعالى نص عليها. صحيح. فكيف تكون عادات وهي موجودة في الشرع؟ فإذا تلقي الشرع، تلقي الحلال والحرام، إنما يكون مما أنزله الله في كتابه أو وجدناه في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعد ذلك لما ذكر الميزان عندهم أنه والله إنه خلاص وجدنا أبانا عليه نمشي، قال الله سبحانه وتعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وهذا فتح لباب الاحتمال. باب الاحتمال يعني فتح باب الاحتمال، يعني باب الاحتمال هو أحد الأبواب للتوثق العلمي، يعني تتوثق من المعلومة. وهذا دائما يعني أذكر للطلاب كيف أنه بعض الناس في باب الاحتمال يغلق علينا باب الاحتمال ويحصرنا في زاوية يجعلنا نظن من حيث لا نشعر
أن المسألة إنما هي بهذا الاتجاه، ليس لها احتمال آخر أبدا. وهذا عادة نذكره في مناقشة المستشرقين في مصدرية القرآن. طبعا فهم يدعون، كثير منهم يدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرون أن هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على كتب اليهود والنصارى وأخذ منها. طيب ما هو دليلكم؟ الدليل المشابهة، فقصة إبراهيم في القرآن هي موجودة في التوراة أيضا، وقصة موسى وقصة عيسى إلى آخره. يعني إذن هم أعطونا احتمال واحد، أن محمد صلى الله عليه وسلم كما قلنا تنزل معهم، أن محمد صلى الله عليه وسلم أخذ من هذه المصادر. طيب هل العقل يقف عند هذا الاحتمال؟ لا، الجواب لا. إذا دخلنا بالسبر والتقسيم سنقول في احتمال آخر، أن يكون المصدر الذي جاء فيه هذه الأشياء أخذ من مصدر آخر، فأخذ منه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذن اتفقوا في ماذا؟ في المصدر، فاتفقت المعلومات. أي نعم. هم لا يذكرون هذا الاحتمال. إيش ثاني؟ الثاني، هذا الاحتمال الثاني ينسف ما يذكرونه. فتجد أن بعض من يرد عليهم لا ينتبه إلا أنهم ضيقوا عليك إيش الاحتمال. وهو نفس القضية، الله سبحانه يقول لهم أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يعني ما يضعون هذا في بالهم، يعني هذا الاحتمال. أي نعم. يعني وازنوا بين هذا وبين هذا، ولذا لاحظ قال لا يعلمون شيئا، فنفع عنهم العلم، وهذا حقيقة. الذين عملوا هذه الأعمال، لو سألت تبحث عن الحكمة، ما هي الحكمة من عمل هذه الأعمال؟ ما في حكمة، يعني لا يوجد حكمة. صحيح. والله سبحانه وتعالى وصفهم ونفع عنهم إيش أيضا؟ الاهتداء. فهم قال عنهم لا يهتدون، وهذه قاعدة في أن الذي لا يأخذ بشرع الله الأصل فيه أنه لا يهتدي. صحيح. حتى ولو ظهر مثل ما ذكرتم في اللقاء السابق، ولو أعجبك كتب الخبيث، ظهر لك أنه والله البهرج الذي تراه أنه والله هؤلاء أقاموا دنياهم، لكن تكامل الصورة فيما يتعلق بين الجسد والروح هذه معدومة من الحضارة المادية. لا فضفوك يا أبا عبد الملك على هذا التقرير الجميل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مساعيكم ويجعل لكلامكم نفعا وأثرا في قلوب الناس، وأن ينفع بهذا المجلس وسائر المجالس التي نجلسها، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ويا إخواني الحق يقال، هذه المائدة، مائدة القرآن، هي المائدة التي عطاءاتها لا يمكن أن تنفد، وكلما اقتربت منها اقتربت إلى الحق، واقتربت إلى الهدى والنور، واقتربت إلى الرحمة، وعرفت أسرار هذا الكون كله من خلال هذه الآيات التي يذكرها الرب سبحانه وتعالى، ظاهرها يفهمه كل أحد، ولها يعني معاني عميقة تحتاج إلى أمثالكم من أهل العلم يجلونها للناس. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي سخرنا من خلال هذا البرنامج أن نجلي بعض هذه المعاني التي يعني يرزقنا الله سبحانه وتعالى فهمها فنجليها للناس، ونسأل الله أن يرزقنا السداد والصواب والإخلاص والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى